اللي غنقول لك هو راه عيب وعار اللي كان اليوم في التحكيم هذا، عيب وعار. كاع الماتشات عطاو لنا تلعبوا مع الاربعه، يعني ما احترموش فريق الوداد. الناس كلها تلعبات ماتش مع الاربعه، ماتش مع السته، ما احترموناش اليوم. شتي لاربيت شنو دار؟ صافي، ما يمكنش فريق الوداد يدوز من اللي بدا الماتش هو متكي علينا. تنقول لك الله ياخذ الحق وصافي. شحال عربي بهذا المزال ما كيتوجهش الاتحاد العربي؟ راه حشومه، راه عيب وعار هادشي اللي تيديروا الفريق الوداد. والله الا عيب وعار. نتمنى يكون راجعوا نفوسهم ويراجعوا هادشي اللي تيديروا، عيب.